استاذ عصام معلش بقى بيكلموني يعني عايزين نغلس عليك شويه ونسمع القضيه ممكن، بس بقى وي قفشه وي علشان كل ده طلب جماهيري، الناس كلها عماله تبعت لنا اهو قدامنا على الشاشه. اوكي باهي نحاول نجتهد، لانه حتى الكلام بتبيع كما قلت لك كوره الخيال الشاسع، كوره في وسط الميدان دقيقه 87، الاهلي واحد زمالك واحد، الطريق للاكسترا تايم، كوره تخرج طويله من ايمن اشرف، يرجع بالراس الكوره دفاع الزملكاوي، كوره عن طريق قفشه والجول القاضي ممكن يا الاهلي، وي قفشه وي. حبيبي يا استاذ عصام انا بشكرك جدا 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 حبيبي تدلل.